يا ريجيل ايه بعمق الحاش الحاش. مره من المرات جاني اثنين وبصرح باسمائهم، لكن عقب ال يا سلام عليك الاثنين ذولي عرفت الاثنين كم اثنين. طيب وبوي والله العظيم اليومكم هذا وعيد وعيد حر. جو الاثنين ذولي الربع ما ارسلوا لي في الجوال ولا دقوا علي قال اطلع، ولا دقوا باب البيت قال اطلع. ايش سووا؟ خذوا المناطيب ذي تعرفونها، خذوا الحيوط وقاموا يرمون الباب، يعني فلوا كذا وحن قروب ضحوكي عشان اطلع عشان اسمع الصوت واطلع، بدل ما يدق يرمي الباب. فطلع يا وحده على مرايه الجمس حق ابوي وتوه ما كمل ست شهور جديد اجل موتر جديد. 2000 وكم؟ 2018 19 المهم فطلع يا ابوي سمع الصوت، ابوي كان بالمشي صوت انفجار قزاز، انفجار قزاز وقبلها قومها الدقه قبل ما يفتح الباب ليه على المراية على طول. وافتح الباب في ناظر المراية طبعا مشوا على طول، اول ما سقعوا المراية فمشوا قدام ولا ورا؟ ايه لا اللي ورا فاختلعوا. روح ابوي بالموتر يشوف المراية اللي هي مكسور، بعدين كسر اللي الشرخ اللي كذا توسع على طول. ابوي ايش سوى؟ مسكني قال مشعل منهم. قلت والله ما ادري، وانا صدق ما ادري، ما كنت ادري، ما علموني انهم هم اللي دقوا ولا علموني باي شيء. شوي بدق على الدريه كيف الحال؟ طاب الحال، العلم كذا 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 كذا. والله انا ربع ساعه للدوري عند الباب. جا ابوي بلغ قال السالفه كذا كذا كذا، في اثنين ما نعرفهم من اللي علم، واحد من جيرانه طلع في سيارته ويناظر في الباب، جاء اليوم جاء في الدوريه فروح لابوي علمه قال علم كذا كذا كذا، اثنين سيارتهم كذا كذا كذا. يوم جاء ابوي قال سيارتهم سوناتا بنيه. كان اعرف سياره اخوياك قال سوناتا بنيه. سوناتا بنيه من هو؟ خويك. خوي من هم هذول الاثنين؟ علي بن مبارك ال درعان اعوذ بالله ومحمد بن منير السبيعي. نعم اعوذ بالله اللهم اني بلغت اللهم بشهد. بوي تصرف اي تصرف انا سامع. الاثنين ذولي هم اللي كسروا مرايه السياره. جيمس وكاله، جيمس وكاله ما جلس ست شهور الا مرايته مكسوره. انا في وجه الله انا بعت والمشكله على الله، وانا ترى في وجيكم يا الربع ان كان جاني شيء. وزيت ترى من صلاحيات وزيت وزيت يا حبيبي خلاص بعت. اوكي والله نتحب. انا عندي بيعه صغيره جدا هاي تسخين. هات بما ان ابوي الله يطول فيك افتح مايك والله بما ان ابوي الله يطول في عمره يخليه لي جاء هنا وباعني هذا الشبل من ذاك الاسد بيضان وجي مثل ما سلمني بسلمه كفو اي سلمه احتزم. ما هو ابوي كان هنا عندنا سامر يوم طلع هنا ماني طلعت معه عند الباب قال اقول لك من هو ذي اللي على السماعه اصمقني بالهدره علمني من هو هي هدر وهو قابله واسمه احمد رشيدي احمد رشيدي اللي كان مع السماعه كان من ودي اصلا يهدر في السماعه يلا تسليمه يلا بس يعني تعتب عندك هذه اه عندك سلموا يا رجال احد يخاف سلم بع ترى عندي بسرعه بسرعه طيب تكفى وادور بيعه قويه شيء شغل يلا يا يلا. طيب عندي انا يلا هذه طول الله عمرك البيعه الاخو لاحظ كثرت بيعات بدر خلي بوفر عشان ابيع بعدين ايوه حاول توفر خلني ببيع نايف نواف الله فوق ها المن نواف نعم انا الحميد اسمه شوي إيه موهت الاسم شوي غير العبيد هو يعرف نفسه الحميد من ذوي حميد يعرف نفسه حلو 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 المهم يا طويل العمر كنا متكيب مره عند بيتنا طبعا احنا كان عندنا تريل سطحه فاذا سافر العامل تريل وش وين وكان ابوي ما يوقفها لان في الرياض ما في برحه صح يوقفها قدام البيت حلو وكانوا جيراننا يعني متقبلين الامر
لان ممكن تسحب الخط شوي، فاستاذن ابوي ولا شيء من جيران. حلو. المهم وقفها، كان موقفها فتره بسيطه على ما يجي العام. احنا كنا نتكي قدام درج البيت ما نشوف الشارع، كفرت التريلا قدامنا. حلوين؟ كان كنا نسولف معنا زي الحلقه الدائريه، حديد كذا كانها مفكوكه من مكينه، وهذا كانت في التريلا. ندر بيها ويمسكها نايف ثقيله الحديده. ويسفرها اثر كذا جاي موتر من ورا التريلا. حذفها من ورا السطح كذا، السطح ما فيها شيء. الا ترى طبت في قزازته. طبحت. سلم. وكسري قزازته. اول ما سمع الصوت سمعنا حكه الفرامل وفكت الباب كذا، تعرف لي عنده ما شاء الله رده فعله بسرعه. احنا ندخل تحت السطح ينزل ويدور يدور ما يدري ايش السالفه، ما يدري منين جتها الحذفه. يلي فيك يلي ما يخطيك اطلع ما ادري ايش، وياخذ كل فتره وفتره صرنا نشوفه يمر في الحي يطالع في الوجيه يتعلم. لكن اذا صاحب السياره موجود فنايف نواف هو اللي كسر قزازته. كفو. اي تتمنى انه يتابعك صاحب السياره. اتمنى ان نايف يتوب. يتوب لله. تتمنى ان المقطع ينتشر لين يوصل ذا. يا رب يرجع له حقه بعد 18 سنه يدور في حواري الرياض يدوره. توي. سلام. طيب مداح كذا. الحقيقه يا اخوان انا كنت في الديره والعب في البطل ايش اسمه عندنا حصن العب فيه هو الجرش. تعرفونه؟ معروف. تعرفه يا جميل؟ تعرف الجرش؟ الخرسان زي الخرسانة. المهم. وش هو؟ تعرف الصفا؟ ايوه. ها؟ اي. وش الصفا؟ اللي تقول ضلع، تقول جبل. ابيض. ايوه. ها والله ما يعرفه. الصفا تراب. يا اخي انا اعرف الصفا. يا اخي بيع يا اخي. بيع 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 بيع. المهم. الصفا الارض اللي فيها في ضلع، ارض قاسية صلب. ما تحفر. المهم خلني بعلم. مهم موضوعنا. المهم يا طويل العمر السلامة أنا أحذف كذا بالحود وأحذف اللي حذفته طولت هي فوق في السماء وضربي في قزازة الجمس اللي على الجنب حق جدي. إحنا قزاز مواتر. جاء التاريخ العجيب. نعم. وين رحت؟ دخلت الصالة اللي في الديرة كذا حطيته كذا. وضع ايش؟ هادي وعادي، هادي وعادي وعادي. جاك جدي شغل الجمس وين بيروح؟ عصر. وانا العب متى؟ من الظهر. صاحي ما جدي. لان ايش فيه بر وسمن ولبن. ما يعرف هذي. المهم ناظر جدي قال كذا. ما ادري ايش كان يسوي، يفحص الموتر الظاهر شاف القزازه مربعات كلها. وزين انه كان مظلل. مربعات يا ولد شوف يناظر كذا لا والله يا ولد ان المنظر اللي وراء مربعات لمس كذا القزازه تتحرك معه داور من حظي انه ما يدري متى انكسرت الله ايه لانه موقف متى من امس المغرب جاني قال من اللي كسر قزازه ما قلت كذا اخ من اللي على الموتر كأنك مجنون ما يجون خبر وانا كنت ادرس في ثاني متوسط اول متوسط ها ورحت البحث دارت 7 ايام عن المجرم الفاعل واروح انا ايش سويت تحسبوني ما بس اني ابيع هنا ابيع برا حتى عند الدان قلت يا جد تعطيه الامان قال اعطيه خلوها قلت بكيفك انا بعطيك العلم اللي كسر القزازه فلان اصغر واحد لبقت هذه اطرف هو العماني فيه 13 فلان ها كيف فلان تقولها هنا لان اسم بنت يعني ما لك دخلت اسلم حط ولد طيب لا انا بعلم بالحقيقه يلا طيب اسف طرفت له واحدة من بنات صغيرة كان ضال ذات دولة ربع قلت هذه هي الفاعل عليك بها والله انهم ما يستحون وانها ما تربت صح ضخمت الموضوع ضخمت الموضوع هو ضخم الموضوع ولا لا جابوها طق 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 صلح الموتر بوي كان وين
مداوم في الرياض واموره زين وانا مصيب مع جداني وكاتر قزاز صلى الله وبارك. الله ممتاز. هذه البيع القفو. كيف تبيع وكيف تخفي جرائمك وانت اكبر واحد في العائله؟ والله الله مبدع. كنت مصدق. طيب انا عندي بيعه. هذه مشكله. تفضل. ما عندي بيعه. حاولوا ما تستلزمون السوالف. نوقف ولا بيعه كل يوم بيعه؟ لا. ولا بيعتين؟ بيعتين. خلوا كل مره بيعتين. على حسب العدد يعني. بيعتين اي ولا بيع الحين؟ الحين بيعتين. طيب. سلام الله. عن اذنك يا استاذ مشعل. مرحبا. طيبين جلسة. الله يعافيك. الله يبارك في عمرك. الله يطيب اعمالك. هذا عدوى، العطر هذا عدوى. جلسة مبروكة ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. دخلت لجلسة يعني فداك. يا مرحبا. جلسة مبروكة ان شاء الله. يا مرحبا. يا مرحبا. ابشر والله باللي بيعك. يا مرحبا ابو جابر. يا جلسة مبروكة ان شاء الله. تعال انت ابو جابر. عندها؟ يا مرحبا. مرحبا. اكيد اكيد خليك. عندك. يا سلام. سارة خذ وقتك، خذ وقتك لانك بتبيع الحين. تفضل تعال تعال. بيع الحين. بيع بيع بيع. ها بيع. يلا ابو جابر. ابو جابر اصبر اضحك اضحك طالع فيني كانك ما تطالع فيني يلا بع حلاق تركي انت ولا ايش اسلم يا ابو بع ونعم والله يسرق دبه سلام يا مرحبا مساء الخير صباح النور الله كلنا شرف تفضل قفلين الغرفه فل اللي علي مرحبا الف عندك بيعه خش عندك بيعه اقل شيء ثلاث بيعات اقل شيء ايه لا انا واحده انت تهدد ايه تعال اللي فيها خلينا نزيد من العدد زاد بيع تعال بيعه برا البرنامج تعال هنا يلا دقيقه اجلسوا انا ما عندي بيعات بيعوا عندك بيعه بقى اشرح لهم ولا تعال يلا بروح قريب اشرح لهم معنى مدى البيعه كيف تكون يا اخي راحت ابو جابر عبد المحسن من اساسيات البيعه اول شيء تذكر اسمه ما تذكر اسمه تطلع الشيء الثاني البيعة تكون خارج السوق وليس داخل السوق. اي. الشيء الثالث حبة على خشومكم وبسم الله نبدا. لا صدر. لا عندك عندك. ابو جابر يدور بيعة. انت اخر واحد ابي. الا اللي عندك. اللي بخاطرك طلعها. اللي كنا برصه. هاتها هاتها. انظرها هنا. انا ابيع ولد خالي خالد بن سالم. ونعم. ونعم. خالد بن سالم. بيعة الشهر. يستاهل. يستاهل. الرجال اللي فقدوا جيرانه 17 قط شيرازي. اعوذ بالله كان يسرقها ويبيعها في موقع حراج انا اعترف من هذا المنبر اعلمكم من حسابي موقع حراج ما عندي مشكله الرجال هذا دمر الحياه الفطريه في مدينه الرياض 17 قط شرازي اعوان عيونها يا رجال تفتح النفس يوم عيني بساعة ادخل موقع كل يوم بس اتقل الله يا مسلم اتقل الله يا مسلم استغفر الله فأنا من هذا المنبر أقدم اسمه كامل ايش؟ ايش؟ خالد بن سالم لا خلاص خالد بن سالم خالد بن سالم ايش؟ لا خلاص لا 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 ايش؟ خالد بن سالم ايش؟ اصمل لا لسه عسيري فيش؟ عسيري خلاص عسيري خالد بن سالم طيب كيف يسرقها؟ علم عطنا والله شوف هي ابساس لطيفة تطلع من البيت ابساس تفتح النفس هو متعود على الديره ابساس معط والله ما تعطيه وجهه سعيد ابساس الديره هذه ما شاء الله وجيهها فنان والله العظيم اني استحيت من بيعتي والله ما عاد اقول بيعتي والله يا ربع بيعتها فنان يا اخي انا بعلمك انا بيعتي بايخ ما احتاج اقول يا رجال انا بعلمك هو ندر من الديره وسكن بوه في العليا في من افخم حي الرياض اوه جيرانه هذول معهم ابساس ومعهم حياه هناك معنا معزه المهم انه كل ما ندرت بسه التقطها قلبه والله ايه شوف ذاك شايف يلقطون 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 الله يجيركم يا رب والله فنان المهم انه عين خير اقول لك والله اني ناقد عليه الرجال معه موتر جديد انا اتوقع انه من القطط شيرازي ايش موتره؟ قلت اقول له كليزلر جديد والله والله انه اشوفه يا جرى يا جرى سلمني الكلب سلمني الكلب الاسم والموتر خلاص هذا قد عنه سلام والله 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 انها معي من يوم قلت بخور السوق وهي تدرك لان انا ببيعك غابني هي لا يقسم لي من دراهم 17 بس والله لا ابيعك بعت الفلس 17 بس شرابك لزلر شوف هذا دليل انا والله لحظه في 17000 دقيقه هذا اللي لحظه والله اني قلت وقفت غنم والله والله يا راعي الضيعه تمساس اني قد خذ الغنم واكيد انه حبه 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 يلقطون 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 عندك بجد خلاص
عطنا بيع بيع عادي بيع. جريه جريه ترى البيعه ممكن تكون جريه ترى. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عندك لا لا عندك عندك والله انها طلع. كثيره خلينا لا لا عندك واحد طارف طارف عطنا الطارف كذا والله الطارف حط لزق على طول جريه اهلك ما يدرون اخوك سوى جريه ايوه كفو كفو يلا كفو الله وجهك كفو الله وجهك علم بيع اي بيع